زميلتي، وصباح الخير لكل متنبي شروق. أولا هنيئا لكم بانضمام ولاية جديدة والتي كانت مقاطعة تابعة لولاية أدرار، برج باجي مختار. حدثنا عن الأجواء هناك. زميلتي، بولاية أدرار ليست ببرج باجي مختار فقط، بل هناك ولاية أخرى وهي المقاطعة الإدارية تميمون. نعم، تميمون أيضا، صحيح. نعم، تميمون. نعم زميلتي، طبعا قرار السيد رئيس الجمهورية أثلج وأفرح سكان المقاطعتين بترقيتهما إلى ولايتين كاملتين. زميلتي، بالنسبة لولاية برج باجي مختار، طبعا كما يعرف الجميع أنها تبعد عن مقر الولاية الأم بأكثر من 900 كيلومتر بطريق غير معدل نهائيا. أما بالنسبة ولاية هذا طبعا بالنسبة للمسافة، أما بالنسبة للولاية الجديدة وهي ولاية ميمون فتبعد بأكثر من 200 كيلومتر. ما يميز هاتين الولايتين زميلتي فقط أن برج باجي مختار فهي ولاية غنية بالثروة الحيوانية، وهي طبعا تمول ثلاث ولايات بمادة اللحوم، بالإضافة إلى أنها بوابة الجزائر الجنوبية في اتجاه المالي، لما لذلك طبعا من مسجد للثقافة الجزائرية الإفريقية. أما المقاطعة الجديدة، الولاية الجديدة فهي ولاية ميمون كما يعرف القاضي والثاني، فهي ولاية سياحية بامتياز، إضافة إلى أنها ولاية ذات مخزون من الثروة الباطنية كبير وكبير جدا. نعم نعم زميلتي، حتى ولاية برج باجي مختار تحتوي على مطار أيضا. طبعا تحتوي على مطار مدني يربط الولاية بالولاية الأم أدرار وسابقا وباقي مناحي مناطق الوطن. نعم، معروف من ولاية أدرار حجاج مثلا يأتون من خلال هذا المطار الخاص ببرج باجي مختار. زميلتي، بالنسبة للمقاطعتين يعني المرقيتين الأخيرة برج باجي مختار وتميمون بهما مطارين، طبعا في تميمون هناك مطار وفي برج باجي مختار هناك أيضا مطار. نعم. لكن ما يميز برج باجي مختار هي أنها تعتبر أبعد كمعلومة أبعد مقاطعة عن مقر الولاية 900 كيلومتر. تصوري 900 كيلومتر من غير طريق، من غير طريق معبد نهائيا. يعني نعم، سنتكلم عن الطريق الرابط بين أدرار وبرج باجي مختار. إذا هل هناك ربما ستكون هناك تهيئة واهتمام خاص يعني بالطريق الرابط بين أدرار وبرج باجي مختار؟ بإذن الله ستنطلق عن قريب الأشغال في هذا الطريق، رغم أنه الأشغال تأخرت كثيرا، والمواطن ينظر لهذا الطريق بأنه الطريق الوحيد الذي يعني ستعبر عن طريق هي التنمية لمقر الولاية برج باجي مختار. نعم، كيف استقبل المواطنين تيميمون وأيضا برج باجي مختار هذا القرار؟ يعني أجواء هناك حدثنا أكثر عنها، وضعنا فيها صورة. هناك طرب وفرح كبيرين جدا جدا زميلتي بالمقاطعتين المرقيتين أخيرا إلى صف ولاية كاملة في تيميمون وأدرار. هناك فرحة وفرحة كبيرة جدا في الشوارع، يعني فرحة لا تصور. وسننقل إن شاء الله بإذن الله للمواطن هذه الفرحة إن شاء الله. نعم، في رأيك ماذا سيفيد هذا التقسيم للولايات الجديدة برج باجي مختار وتيميمون من ناحية تنموية وأيضا البنى التحتية للولاية؟ بالنسبة لما سيفيد الكثير، أولا تقريب الإدارة من المواطن. تصوري زميلتي أن المواطن من برج باجي مختار كان يتنقل لمسافة 900 كيلومتر من أجل وثيقة بسيطة إدارية أو من أجل مصلحة إدارية، الآن ستصبح المصلحة بجانبي. فقط للعلم أن ببرج باجي مختار هناك بلدية سترقى لمنصف إن شاء الله دائرة، وهي بلدية تيمياوين تبعد عن مقر الولاية ب 150 كيلومتر. نعم. 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 إذا عن جانب أيضا آخر السياحي، تيميمون كما قلنا هي منطقة سياحية بامتياز في الصحراء الجزائرية، يعني أكيد سيكون هناك مشاريع خاصة بالمنطقة. أكيد تيميمون وهي منطقة سياحية بامتياز واقتصادية بامتياز، السواح يأتون لتيميمون من شتى بقاع الوطن ومن خارج الوطن.
وهذا القطاع إن شاء الله سيرى النور عن قريب بإذن الله وسيظهر إن شاء الله. نعم. نعم زميلتي. إذن شكرا جزيلا لك مراسل قناة شرق نيوز إلى ولاية أدرار علي غنامي على كل هذه التوضيحات. شكرا للمراسلين. إذن كانت هذه جولة.